اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بسهر جماله منيقة منيقا وحياد الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به مال إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجميع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك بين يديك اللهم ألحقني بنسبي وحققني بحسبي وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي في بحار الأحادية وانشغلني من أوحالي التوحيد وأغرقني في عيني بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك ربنا
منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وأنتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا في الدنيا حسنا أتنا من لدنك وفي الآخرة حسنا من أمرنا رشدا عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع ربنا أنت ماتي مباركتي أنت ماتي مباركتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هم قبولنا يا رسول الله هم قبولنا يا حبيب الله أندم لك يا رسول الله